ووصلنا لفقرتنا التالية ورح نحكي فيها بعالم التجميل والمستحضرات. الوصول لبشرة مثالية خالية من العيوب ومشرقة هو هدف كتير من السيدات باستخدام مختلف الوسائل. والطبيعة غنية، ونحن بنسميها صيدلية الطبيعة، غنية بالمنتجات يلي ممكن تساعدنا للوصول لهي الحالة المثالية. لنحكي أكثر عن الموضوع بيسعدنا أن نرحب بخبيرة خلطات العناية بالبشرة أمل إبراهيم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. يعني بيقولوا باول فصل الصيف هو اصعب شيء الواحد يهتم ببشرته، يمكن باقي الفصول هي اهين. خلينا نحكي مع بدايه فصل الصيف، كيف فينا نحن نعرف بشرتنا، كيف فينا نهتم ببشرتنا، ويعني كمان نستغل هلا انواع عديده من الفواكه ومن الخضره بتكون هلا موجوده. هلا نحن بفصل الصيف كتير ضروري نحافظ على رطوبة جسمنا، وبالتالي نحن نحافظ على رطوبة بشرتنا. يعني مو بس نحن نعتني بالبشرة بشكل خارجي أو نحميها بشكل خارجي، ضروري إنه نحن نكتر شرب سوائل، نشرب على القليل إنه بين لتر ونص للترين من المي، أو بمعدل كاسة مي لكل 10 كيلو من أجسامنا. يعني أنا إذا وزني 50 كيلو جرام فأنا لازم إنه أشرب خمس كاسات من المي. هلا الشغلات الخارجية اللي ممكن نحن نتبعها فصل الصيف، هلا أكيد هو الترطيب المتواصل والمتكرر للبشرة، حماية البشرة من أشعة الشمس، إنه نحن ما نستخدم المكياج اللي هو ثقيل أو كثيف ممكن يخنق بشرتنا. كمان نحن نستخدم العوامل الوقاية من البشرة مثل الإكسسوارات مثل النضارة أو إنه برنيطة، وخاصة إنه تكون هاي البرنيطة مدورة بحيث إنه نحن نحمي أكبر قدر ممكن من مساحة أجسامنا. تمام. خلينا نحكي ايضا عن موضوع المستحضرات. كثير بنشوف مستحضرات هي موجوده بالصيدليه بشكل عام، وفي مثلا اماكن معينه فينا نجيب فيها المستحضرات الطبيعيه او اليدويه او المصنعه بالمنزل. اي نوع بتفضلي او شو بيختلفوا عن بعضهم اذا فينا نقول؟ هلا هو بصراحه نحن ما فينا نقول انه في شيء صح وفي شيء غلط. فعليا نحن الفائده ممكن ناخذها من التنتين. هلا انا شخصيا بفضل انه المنتجات اللي هي طبيعيه، المنتج اللي بتعمليه انت مثلا بالبيت بتعرفي شو مكوناته. المنتج الطبيعي غالبا بيكون عباره عن منتج اكثر امانا للبشره، بيكون الطف على البشره من المنتج اللي هو التجاري. المنتجات التجارية ممكن تكون قاسية على البشرة، ممكن تعملي مشاكل جلدية، ظهور البثور مثلا أو الالتهابات الجلدية والتخرشات. نعم، خلينا هيك نتعرف شو معك يا أمل شغلات وخلطات موجودة بالاستوديو، ولا أي بشرة بتفيد وأيمت لازم نستخدمها؟ هلا أنا عندي مثل عاملة مثل براند جديدة بالمنتجات الطبيعية هي تروبي فارم. نحن بتروبي فارم نعمل مثلا لوشنات، نعمل ماسكات، سكرابات للبشرة وللشعر وصوابين. هلا أنا يلي جايبته معي اليوم بدي افرجيكم انه شو الخطوات تبع العنايه بالبشره. هلا اول خطوه انه انت لازم تستخدمي صابون مصنوع من الجليسترين، لانه الجليسترين هو مثل ما حكينا بالصيف نحن لازم نرطب. اكيد. فبنستخدم صابون جليسترين او غسول كمان يحتوي على الجليسترين. صبح ومساء ولا؟ الصبح والمساء لما بدك انت تزيلي المكياج عن وشك. ثاني خطوه هي استخدام التونر. هلا انا اليوم رح اعلمكم كيف ممكن نحن نعمل تونر بالبيت من ثلاث مكونات. اوكي. هلا التونر هو عباره عن يا اما تستخدمي مثلا ماء الورد او تستخدمي مقطر من الاعشاب. هلا نحن بتروبي فارم بنحاول انه نعمل الاعشاب الطبيعيه مثلا مثل الغار، اكليل الجبل، حتى فاكهه التنين نحن تماما بنجففها ومنعملها منها المقطر. هلا المقطر فينا نحن نعمله بطريقه الوعاء المزدوج او الوعاءين اللي نحن بنحطهم فوق بعض، وتحطي المي بقلبها المادي العشبيه تبعيتك وبتغطيها، فهي بتتقطر وبتنزل الماء المقطر بينزل بقلب الزبديه يلي بقلب الزبديه الثانيه. هلا انا مقطرتهم بالبيت هدول، فيلي رح اعمله هلا. هلا انا اذا بشوف هلا بس خلينا نشوف اي وحده تقطير ال هي هي هلا هي تقطير هي كل الموجودين معنا، بس تمام. خلينا نشوفهم بس الغار، غار اكليل الجبل، اكليل الجبل وورد والورد وفاكهه التنين. هلا هي فاكهه التنين نحن بنجففها ومقطره مشان يكون عندنا الفائده. والله كثير مفيده كانه هلا درجه كثير وطيبه، يعني طيبه وهلا موسمها بس موسمها. ايه هي استوائيه بس هي شيء ظريف يعني. تمام. هلا غاليه شوي بس ماشي الحال يعني. هلا بالنسبه للبشره الدهنيه فانا بحب استخدم جوز الهند. اعطيني ساعدك شوي. خلينا كمان هيك نعرض صحن
اي بس قولي لي قد ايه نعم بدلع. هلا النسبه اللي نحن بنستخدمها هي 1 لـ3 يعني قديش حط انت قولي لي حاجه يعني اوكي عبي حطيها كلها كلها اوكي حاسه بدها تعمل بدها تجرب بالشرب هي جوز الهند كمان هلا هون وين قديش تحط من هي جوز الهند نسبه انه هيك طبقه ليكو قديش ها نتفه بس تمام اوكي هذا شو اللي حطيناه؟ جوز الهند هلا هذا جوز الهند هي خلطه للبشره الدهنيه تمام هلا انا بدي رجع هلا لما نقول بشره دهنيه يعني مشان المسامات بتكون هي واسعه واسعه تمام زي نرمي فبتسكر على ايدك لا ما في تحاتي على ايدك بتحسي فوراً بالفائده طيب خلينا نشوف على الكاميرا شو بتصير يعني هلا شو رح يصير؟ بصير عندها نضاره وبتحسي انه هيك صارت اكثر من لون البشره خليني بخليك على وشك لا خلص شكرا لك وريحتها ظريفه ريحتها جوز الهند تماما هي شو بتعمل هلا؟ هلا هي الخطوه اللي نحن بنعملها بعد استخدام الصابون او غسول اللي هو بيحتوي على الجلسرين اوكي هلا هي بتعطي نضاره للبشره هي بعد الصابون بنستخدمها تماما هلا الخطوه اللي بعد التونر نحن بنستخدم لوشن كمان اللوشنات هلا مثل ما حكينا انه كل بشره لها خصوصيه معينه، هلا البشره الدهنيه مثلا ما فيني اعمل لها لوشن فيها زيت الزيتون، هلا هذا الشيء رح يزيد من زيوت البشره الزائده ممكن يطلع لي بصور، فانا بستعيد عنه مثلا بزيت اللوز او زيت جوز الهند او زيت الورد او زيت اللافندر، هلا البشره الحساسه اكثر شيء بنستخدم لها باللوشنات هو زبده الشيا. كمان اللي كان جايبه معي زبده الشيا اليوم هلا نحن فينا بالبيت زبده الشيا حتى منيحه للتشققات للجسم يعني جدا حتى جدا بعد الحمام في الواحد يدهن كثيف هلا اذا هلا زبده الشيا بس قولي لنا كيف بنجيبها هي بتكون بيور ولا مخلوطه لا انه بتكون هي بتكون بهذا الشكل ولا مثل جاهزة تماما هلا نحن فينا بس نخلطها مع فيتامين اي هلا هذا بينباع بالصيدليه فيتامين اي نحصل هون اي ولا اي 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 اوكي نحصل على كريم مرطب للبشرة وخاصة الحساسة أو بشرة الأطفال أو يلي فيها مشاكل جلدية. أوكي. وبعدين؟ هلا بعدين نحن لازم نستخدم الكولاجين أو الكريم الواقي من أشعة الشمس يلي هو أهم خطوة نحن بخلال النهار. طبعاً نحن بننصح إنه تستخدمي أو تجددي كريم الوقاية من أشعة الشمس كل 2 ساعة. ويكون على القليل انه عامل الوقايه فيه هو 30 انه اقل شيء طبعا كمان بننصح يكون المرطب فيها عامل وقايه من الشمس ونستخدمه على مدار النهار مشان نحمي جسمنا بشكل كامل يعني ما فيها شيء اي ماده من المواد الطبيعيه اللي ذكرتيها هلا بتسود يعني كثير في مستحضرات ممكن نحن نغسل وشنا نستفيد عليها بس اذا ما حطينا واقي شمس وطلعنا على الشمس بنلاقي في عملت كلف عملت تصبغات بال هلا مشان هيك انا عم اقول لك انه بننصح انه يكون فيها مثلا حتى المكياج يكون فيه عامل وقاية من الشمس فانت بتكوني عم تحمي جسمك طوال اليوم وما عم تعرضيه انه لاشعه الشمس الضاره طيب اما خلينا نحكي كمان هدول العلبتين شو الموجودين الاخضر واللون هلا هدول خلطات هي فينا نرفعهم هيك على الكاميرا هدول خلطات للشعر هي للشعر هلا هي اسمه انه ماسك للشعر هو طبعا انا بحب انه نعتمد البساطه اكثر شيء يعني لما نعمل من شو مكون هلا هذا لونه موف هيك هلا هذا من زيت التنين الزيت يلي نحن بنعمله كمان بنستخلصه زيت فاكهه التنين اضافه للعسل يعني هي هي مكوناته مكونين زيت التنين يعني شو الفيتامينات او المواد الموجوده فيهم لحتى انت يعني عملتيها للتركيبه عم نحكي عن الشعر نحن هلا لما تحكي عن الشعر هلا كل زيت له خصائص بتفيد بموضوع معين بالشعر هلا مثلا الافوكادو نحن بنستخدمه كثير بفصل الصيف لانه هو بيوقي من اشعه الشمس بيوقي الشعر من اشعه الشمس يعني حتى شعرنا ممكن هو يتضرر مثلا عندك زيت اللوز بقوي الشعر بيحميه من التقصف عندك الحمضيات زيت الحمضيات مشان موضوع القشره او مشكله القشره زيت الزعتر مشان موضوع الالتهابات او بس هدول الزيوت امل ما بتاثر على الصبغه يعني دائما بيقولوا انه شعره فاتح او صابغ او عامل مستشقر مثلي انه ما فيه كثير هلا انت هي الزيوت يستخدمها ففي زيوت خاصه
في زيوت خاصة بالشعر. هلا انت كمان انت ما بتحطي الزيت بشكل مباشر او اي زيت نحن ما بنحطه اللون بيصير ما بتحطيه بشكل مباشر. انت لما عم تحطيه مثلا مع عسل او عم تحطيه مع زيت جوز الهند او هيك تعملي خلطة هي بتعطيك الفائدة اكثر من انه هي ما تعطيك المضر. اوكي طيب كون عم نحكي بموضوع العناية بالشعر كيف طريقة الاستخدام؟ يعني النصائح ممكن تكون كل قديش بنستخدمهم قبل الحمام بعد الحمام هي التفاصيل. هلا بخصوص مثلا الماسكات هلا انا بما انه هو طبيعي وانت عاملتيه مثلا بالبيت ففيك تستخدمي حتى على فروه الراس وبتمشيه حتى على الاطراف فهو بيكون عم بيطهر لك فروه راسك بنفس الوقت عم يعطيكي فائده لاطراف شعرك ولطول شعرك. تمام يعني امل اليوم هيك تعرفنا على بعض المنتجات او اي حدا حابب يحصل على هي المنتجات بتقولي لنا شو اسم الصفحه اللي عندك كوبي فارم دمسكس اكيد ويعني لازم يجربوا هي المنتجات لانه هي طبيعيه 100%. شكرا كثير لك امل اهلا وسهلا فيك. امل اليوم عيد ميلادك اول شيء بدنا نعايدك نتمنى لك حياه حلوه مليانه بالخير والسعاده واهلا وسهلا فيك ونورتينا لليوم. شكرا لك.